السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. مختبرنا راح يكون بعنوان الإلكتروكارديوغرافي أو أسميه الإي سي جي. أوكي، كلكم جائز تعرفون بعض المعلومات أو سامعين بالإي سي جي. الإي سي جي هو مختصر للإلكتروكارديوغرافي، وهو بالعربي تخطيط القلب. أوكي، هو شنو؟ هو science that deals with the recording, analysis and interpretation of electrical activity of the heart. زين، كل الموضوع انه جاي يصير في electrical activity في داخل الهارت، تنتقل هالelectrical activity عن طريق body fluids، عن طريق extracellular fluid اللي هي تعتبر في good volume conductor، تنتقل الى surface of skin، ومن surface of skin عن طريق electrodes انا راح اخليهم او احنا راح نخليهم على جسم المريض. و this electrical activity represented by waves on electrocardiogram، هي ورقة الـ ECG، وهسه راح نعرفها ان شاء الله بالسلايدات القادمة. What is the normal electrocardiogram؟ طلاب، من نقول الكتروكارديوغرام نقصد بها ورقة الاي سي جي، ومن اقول الكتروكارديوغراف اقصد بها المشين. هذه هي ورقة الاي سي جي، متكونة من مربعات كبيرة، وفي داخل كل مربع كبير اكو 5 مربعات صغيرة. ورقة الاي سي جي بها مجموعة من الويفز. اول ويف راح نشوفها اسمها البي ويف، والبي ويف هي الاتريال ديبولاريزيشن، يعني من دي يصير عندي اتريال ديبولاريزيشن ان ذا هارت ريبريزنتد اون الكتروكارديوغرام اس ا بي ويف. الويف الاخرى هي الكيو ار اس، ذني مجموع 3 ويفات اللي هي الكيو ويف والار ويف والاس ويف، كلهن يمثل لي الventricular depolarization. إذا أكو اختلاف بين الاتريال depolarization اللي تمثل لي بويف وحدة، والventricular depolarization اللي تمثلت لي بهال QRS. والويف الثالثة هي تي ويف، وتي ويف تمثل لي الventricular repolarization. حكينا عنهم كلهم، بس ما حكينا عن الاتريال ريبولاريزيشن. وين الاتريال ريبولاريزيشن؟ الاتريال ريبولاريزيشن obscured by this large QRS. راح نجي نحكي عن البي ار سيجمنت. السيجمنت هي صغيره. البي ار سيجمنت لازم نميز بين السيجمنت والانترفال. خلي شوي ننتبه. السيجمنت البي ار مبينه من اسمها، تبدي لي from the end of the p wave to the beginning of the r wave. اوكي، هذه السيجمنت. ولكن من اقول بي ار انترفال فراح تكون اطول، هذه راح تبدي لي from the beginning of the p wave to the beginning of the r wave. اوكي، اذا what is the ST segment؟ ST segment تبدي لي from the end of the S wave to the beginning of the T wave. ولكن من نقول QT interval، إذا نتوقعها بادية from the beginning of the Q wave to the end of the T wave. هذه القبة المتجهة إلى الأعلى، هذه سميناها P wave. كل شيء متجه لي فوق اسميه positive deflection، وكل شيء متجه الى الاسفل اسميه negative deflection. اذا الكيو ويف راح تكون هي الفيرست negative deflection after p wave. اوكي، اول وحده لي جوا after p wave اسميها كيو ويف. والار ويف راح تكون the first positive deflection after p wave. ليش positive؟ لان اتجاهها الى الاعلى. والاس ويف راح تمثل لي الفيرست نيجاتيف ديفليكشن افتر ذا ار ويف. اوكي، افتر ذا ار ويف. ليتس تيك اكزامبلز. طبعا هذه الويفز كلها تمثل لي 1 هارت بيت. اوكي، عرفنا هاي شنو سميناها؟ سميناها البي ويف. زين، قلنا الفيرست نيجاتيف افتر بي ويف هي الكيو ويف. طلاب، هنا أنا ماكو كيو ويف، مثل ما تشوفون ماكو نيجاتيف. الكيو ويف مو شرط تطلع بكل الليدات. اوكي،
وقلنا الـ first positive إلى الأعلى after P wave شنو سميناها؟ R wave. أوكي؟ وقلنا الـ first negative after R سميناها S wave، والويف الأخيرة هي T wave. Another example، القبة إلى الأعلى هذه الـ P wave atrial depolarization. الـ first negative after P wave شنو سميناها؟ الـ Q wave. وال first positive after P wave سميتها R wave، هنا الاس ما طالعة. اوكي طلاب، وهذه شنو سميناها؟ T wave. another example، هذه ال wave سميتها P wave، وقلت ال first positive قلنا R wave، وقلنا ال first negative after R شنو سميناها؟ S wave. إذن هنا الـ Q أيضاً ما موجودة. أوكي؟ والويف الأخيرة هي الـ T wave. تمام، خلي ناخذ الـ calibration of the time and voltage on electrocardiogram paper. اتفقنا هذه ورقة الـ ECG سميتها electrocardiogram، مربعات كبيرة، وفي داخل كل مربع كبير خمس مربعات صغيرة. أعيد عليكم كل ساعة حتى تحفظون وأنتوا تشوفون الفيديو. إذا قلنا كل مربع كبير متكون من خمس مربعات صغيرة، وكل مربع كبير هو equal to 5 مليمتر. إذا كل مربع صغير equal to what؟ إذا كل مربع صغير هو equal to 1 مليمتر. إذا المربع الكبير يساوي 5 مليمتر، إذا المربع الصغير يساوي 1 مليمتر، لأنه المربع الكبير متكون من 5 مربعات صغيرة. على ورقة الـ ECG عندي vertical line وعندي horizontal line. الـ horizontal line على ورقة الـ ECG يمثل لي الـ time أو الـ duration. الهوريزونتال لاين هو التايم، هو الديوريشن، والفيرتيكال لاين هو الفولتج، او نعبر عنه بالامبليتيود، فولتج او الامبليتيود. خلي نحكي شوية عن التايم. شافوا انه سرعة الورقة في جهاز الاي سي جي حوالي 25 مليمتر بير سكند لكل ثانية، وقلنا إحنا كل مربع كبير هو 5 مليمتر. إذن 25 مليمتر كم مربع كبير؟ 5 مربعات كبيرة في الثانية الواحدة. إذن لو أريد أطلع المربع الكبير الواحد إيش قد بالثانية، شون راح نطلعها؟ أكيد راح أقسم 1 على 5. It is equal to 0.2 second. إذن عرفنا إنه المربع الكبير equal to 0.2 second، وهذا الرقم نحفظه وعرفنا منين اشتقينا. زين، احنا سبق وقلنا انه المربع الكبير متكون من 5 مربعات صغيرة. اذا المربع الكبير 0.2، اذا المربع الصغير ايش قد راح يكون؟ راح نقسم ال 0.2 على 5، اذا equal to 0.04 second. اذا هذا الرقم نحفظه وعرفنا منين اجا ومنين اشتقينا. تمام طلاب؟ Another way، اشتقاق ثاني نقدر نطلع به هذا الرقم. احنا قلنا السرعة هي 25 مليمتر بالثانية الواحدة، اذا 25 مليمتر بالثانية الواحدة. زين، والواحد مليمتر ايش قد راح يكون؟ اوكي، نضرب الطرفين في الوسطين، اذا الاكس راح تساوينا 1 في 1 على 25 ويساوي 0.04 second. هسه لهنا اتصور الموضوع مفهوم. حكينا عن التايم، اجى الوقت نحكي عن الفولتج، وقلت الفولتج اعبر عنها بالامبليتيود. شافوا انه كل واحد ملي فولت هو equal to 10 small squares، اذا كل 10 small squares هي equal to 1 ملي فولت. اذا اريد اطلع المربع الصغير الواحد ايش قد راح يكون؟ يعني طلاب، هاي الامبليتيود مال المربع الصغير راح تكون حوالي 0.1 ملي فولت. اذا المربع الصغير 0.1 ملي فولت. اذا شوي نسترجع المعلومات،
الفولتج اللي هي الامبليتيود اللي هي الفيرتيكال لاين، كل واحد سمول سكوير هو ايكوال تو 0.1 ملي فولت، والتايم اللي هي الديوريشن اللي هي الهوريزونتال لاين راح تكون كل واحد سمول سكوير هي ايكوال تو 0.04 سكند. اوكي، why we study these numbers؟ ليش اريد احفظ واريد افهم واريد اعرف هذه الارقام ومنين اجتي ومنين اشتقيناها؟ اكيد لها فائده. فائده مالتها مثلا اقول لك calculate the amplitude of the waves and the duration of intervals. اوكي، هذه ورقه الاي سي جي، مثلا اقول لك calculate the duration of PR interval. duration، طلاب انتبهوا، duration يعني الهوريزونتال لاين، يعني التايم للبي ار انترفال، وقلنا الانترفال هي الطويله اللي تبدا from the beginning to the beginning of the R wave، من beginning of B wave to the beginning of the R wave. نحسب كم مربع صغير، 5 مربعات صغيره، نضربها في 0.04 اللي عرفنا منين جتي، راح تكون equal to 0.2 second. واحنا المفروض حافظين النورمال بي ار انترفال from 0.12 to 0.20 second. اذا هذا راح يكون نورمال. اني هذا كل الموضوع حتى اعرف النورمال اي سي جي عن الاب نورمال اي سي جي، والاب نورمالتي راح تاخذوها ان شاء الله في السنوات القادمه. زين، او اقول لك احسب لي الديوريشن اوف كيو تي انترفال، وقلنا الانترفال تبين from the beginning of the Q wave to the end of the T wave، وإذا حسبنا راح تكون equal to 6 مربعات صغيرة، نضربها في 0.04 راح تكون equal إلى 0.24 second. أوكي، النورمال QT interval اللي أنا المفروض حافظتها هي from 0.40 to 0.43 second. تمام، أو مثال آخر أقول لك احسب لي الامبليتيود of the R wave. والامبليتيود of the R wave، الامبليتيود ذكر الامبليتيود هي الفولتج، هي الفيرتيكال لاين، يعني من اريد اجي احسب بالطول، ما احسب بهالشكل، احسب بهالشكل. منين احسب؟ احسب من الايزو الكتريكال لاين، هذا الخط هذا الخط العدل اسميه ايزو الكتريكال لاين، احسب كم مربع فوقه. فهنا تقريبا راح يكون 7 مربعات، اضربها في 0.1 ملي فولت راح تكون equal to 0.7 ملي فولت. تمام، هذا الجدول طلاب نحفظه، هذا الجدول يمثل لي الويف ويمثل لي الانترفال ويمثل لي السيجمنت. ولازم نعرف انه الويف اكيد بها امبليتيود اللي نقيسها بالملي فولت والديوريشن بالسكند، ولكن الانترفال والسيجمنت هذه فقط نقيس لها الديوريشن. اوكي، هذا تحفظونه. الكتروكارديوغرام ليدز، شنو الليدات اللي راح اشوفها على ورقة الاي سي جي؟ راح اشوف 12 ليد، 12 عددهم 12. شلون اقسمهم؟ اقسمهم باي بولر ليدز، ومن اقول باي بولر ليدز اقصد انه اكو اكتيف الكترود، انه اكو تو اكتيف الكترود، ولكن اليوني بولر ليدز اقصد بي اكو 1 اكتيف الكترود and the other يكون ان اكتيف الكترود. الباي بولر ليدز هما ستاندرد ليدز، اسميهم ستاندرد ليدز، عددهم 3. واليوني بولر ليدز بها نوعيتين، الاوغمنتد ليدز اللي عددهم ايضا 3، والتشيست ليدز اللي عددهم 6. من هم الستاندرد ليدز اللي هم الباي بولر ليدز اللي هم تو اكتيف الكترود؟ هو الليد الاول والليد الثاني والليد الثالث. ومن هم الاوغمنتد ليدز اللي هم يوني بولر ليدز اللي هم 1 اكتيف الكترود and the other indifferent or inactive electrode؟ هو الـ AVR والـ AVL والـ AVF. والـ chest leads اللي هم labeled from the V1 to V6. نجي على الـ bipolar leads، وقلنا الـ bipolar leads معناتها 2 active electrodes، وقلنا من هم الـ standard leads، من هم الليد الأول والليد الثاني والليد الثالث.
راح نيجي ناخذ الليد الاول. الليد الاول البوزيتيف الكترود وين راح نخليه؟ راح نخليه على الليفت ارم، والنيجاتيف الكترود راح نخليه على الرايت ارم. الليد الثاني البوزيتيف الكترود راح اخليه على الليفت ليج، والنيجاتيف الكترود على الرايت ارم. الليد الثالث البوزيتيف الكترود راح نربطه بالليفت ليج، والنيجاتيف الكترود بالليفت ارم. هاي الليدات الثلاثه كونوا لي تراينجل ذات سراوندينج ذا هارت. هذا التراينجل اسميه اينثوفنز تراينجل. اوكي طلاب، اللي هم الليد الاول والليد الثاني والليد الثالث. What is the unipolar leads؟ وقلنا unipolar leads بيها نوعيتين، augmented leads and chest leads. خلينا ناخذ augmented leads. أول واحد هو AVR. بس معلومة بداية، من أقول AVR، AVF، AVL، ليش هالاختلاف بالأحرف؟ هذا يعتمد على موقع الأكتيف إلكترود. يعني من أخلي الأكتيف إلكترود بالرايت سايد أسميه AVR، وبالليفت سايد أطي حرف L، وبالليفت ليج يعني فوت أوكي أسميه حرف أطي حرف F. تمام؟ الـ AVR هنا البوزيتيف تيرمينالز راح نربطه وين؟ بالرايت أرم، والنيجاتيف تيرمينالز نربطه بالليفت ليج والليفت أرم. اوكي طلاب، قلنا هنا يونيبولر بي 1 اكتيف الكترود والاذر هو ان اكتيف الكترود. يعني شنو ان اكتيف الكترود؟ يعني يوجوالي ريكورد زيرو بوتنشال. اوكي، بينما الاي في ال الاكتيف الكترود راح نربطه بالليفت ارم، والان اكتيف الكترود راح نربطه بالرايت ارم اند الليفت ليج. اوكي، والAVF الأكتيف إلكترود نربطه بالليفت ليج، والإنأكتيف إلكترود نربطه وين؟ بالرايت أرم أند الليفت أرم. What is the chest leads؟ الشيست ليز ايضا نوع من انواع اليونيبولار ليدز، يعني ايضا وان اكتيف الكترود والاذر ان اكتيف الكترود. الاكتيف الكترود هنا راح نخليه مباشرة على الشيست، يعني مباشرة over the heart. اوكي طلاب، بينما الانأكتيف الكترود وين راح نربطه؟ هذا هو الاكتيف الكترود اللي هم عددهم 6، كلهم راح اخليهم on the chest directly. اوكي، الانأكتيف الكترود راح يمثل لي حاصل ربط الذراع اليمنى مع الذراع اليسرى مع شنو؟ الليفت ليج. اوكي، ذول هنا يربطون ويربطون بعدين الى مقاومه. اوكي، ربطناهم الى مقاومه حتى اتخلص من التيار القادم من عندهم اللي هو يكون تقريبا 5000 اوم. اوكي طلاب، What is the position of these chest leads؟ وقلنا chest leads عددهم 6، وقلنا طيناهم حرف من V1 إلى V6. هنا عندنا الـ Angle of Lewis، وهنا الـ Angle of Lewis اللي هي خذتوها بالأناتومي راح تمثل لي كجايد إلي حتى أقدر أحسب الـ Intercostal Space. هذا الـ First Intercostal Space، الـ Second Intercostal Space، الـ Third and الـ Fourth. الـ V1 وين راح نخليه؟ راح نخليه بالفورث انتركوستال سبيس بالرايت استرنال بوردر الى الجهة اليمنى، والV2 راح يكون مقابلة ولكن من الجهة اليسرى، فراح نخليه بالفورث انتركوستال سبيس ات ليفت استرنال بوردر. الV3 ما راح نربطه، راح نربط الV4 اللي هو نربطه بالفيفث انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين. يعني وكأنما أقسم الكلافيكل إلى نصفين وأرسم خط من النصف إلى الانتركوستال سبيس إيماجينري لاين. أوكي،
نقطة التقاء هالإيماجينري لاين مع الفيفث انتركوستال سبيس. هنا أنا أربط الـ V4، أوكي؟ من ثبتت الـ V4 وأني أصلاً مثبت الـ V2، النقطة الوسطية ما بين الـ V2 and الـ V4 أخلي الـ V3. لذلك قلنا مراحل ربطة، أول شيء نثبت الـ V4 وبعدين أخلي الـ V3. الـ V5 بالفيفث انتركوستال سبيس ولكن بالانتيريور اكزيلري لاين، انتيريور اكزيلري لاين، اوكي؟ والـ V6 ايضا بالفيفث انتركوستال سبيس ولكن بالميد اكزيلري لاين. اذا الـ V4 والـ V5 والـ V6 كلهم بالفيفث انتركوستال سبيس ولكن واحد بالميد كلافيكولار لاين اللي هو الـ V4 وبالانتيريور اكزيلري لاين اللي هو الـ V5 وبالميد اكزيلري لاين اللي هو الـ V6. إذن هاي different positions of the chest lease on a rib cage. هذه هي ورقة الـ ECG اللي تضم جميع الليدات الـ 12 lead اللي حكينا عنهم، الليد الأول والثاني والثالث اللي هي الـ bipolar leads والـ AVR والـ AVL والـ AVF اللي هم الـ augmented leads، و from the V1 إلى الـ V6 اللي هم الـ chest leads. قدرنا نعرف هسه بالمختبر الـ basic things about electrocardiogram, about the waves on electrocardiogram، وأعود عيني على الشكل الطبيعي للتخطيط والشكل الطبيعي للويفز حتى أقدر أميز الأبنورماليتيز، حتى أقدر أفتهم الشغلات اللي راح تصير بالكارديك ديزيزز إن شاء الله بالسنوات القادمة. لحد هسه خلصنا مختبرنا، إن شاء الله تكونوا فهمتوه بطريقة سهلة. شكرا جزيلا لاستماعكم.